يلا يلا يجيك يجيك. السلام عليكم. وعليكم السلام. أنا حبيبي. أخوي أنا محمد من شركة مبيل الحشرات وعندنا دواء للبق، تحب تشتري؟ للبق؟ يا زلمة البقرة نعمتي بالليل، فوت فوت عني تعال. حبيبي هنا بينا. يلا يلا. هات لشوف شو عندك بالبيت. عندي دواء بدو الضرب. يا محمد يا زلمة صار لي ثلاث أشهر عم أدور على الدواء ما عم بلاقي منيح. ليش تجي لعنا يا زلمة؟ ايش معك؟ تفضل. شو هاي؟ هذا الدواء. هذا دواء؟ ايه. ايه شو حقه؟ 100 ليرة اخو. 100 اهلا وسهلا. الله يسلمك. اسمك؟ ترى عندي حبيبي استنى شوي، طيب ما قلت لي هذا شلون بدي استخدمه؟ بدي احطه بالسيفي ازته بالحمام اكسره وارشه. لك لا سيفي ولا حمام ولا ترشه. هذا الدواء. ايوه. شفت البق؟ شفت البق نعم. تمشوا من ادنين. تمشوا للبقى من ادنين. ايوه. ايوه. تمسك هي نقطة من هالأذن ونقطة من هالأذن. ايوه. وخاصة مع السلطة، تفضل. يلا طيب استنى شوي. طيب بلكي ما أنا مسكت البقرة لقطت نقطة بهالأذن ونقطة بهالأذن وما ماتت، شو بدي أسوي أنا؟ خلص. بس هذا شوي هذا الدواء أعلى من هذاك ها؟ ايوه كمان. ايه. ما هي مشكلة. شايف هذا الدواء؟ ايه. شفت الدواء ما شو اسمه البقرة ما ماتت؟ ايوه. بعد ساعة وساعتين طلعت على العمل الزلمة لهلا ما مات. صح. تمسك هذا الدواء. ايه. تجيب البقة. نعم. تجيب. نفسها اللي لقطت لها بدنا. ايوه نفسها. ايه. بتجيب البقة. ايه. تفتح تمة. ايه. نقطة ونقطتين. ايه. تحطها في تمة، لا تكتر، نقطة ونقطتين. بتحطها في تمة. ايه. وبتكمشها مثلا وبتعيدها بالطين. ايوه. شو حقه هذا؟ خلص انا هي هالمرة هي مجانا معلش. ليه يعني؟ ايوه. طيب اخوي استنى شوي مرة هي. طيب. بحيث هاي حطيتها في اذنها عفتها ساعتين وما ماتت البقره، رجعت مسكت البقره شربتها هي من تمها. ايه. وما ماتت البقره، طيب شو بدنا نسوي بعد حالك؟ عندك شحاطه؟ طبعا عندي شحاطه، ليك انا؟ هي الشحاطه. خلص تضرب البق بالشحاطه. بتموت هيك؟ ايه. بتموت؟ انت بدك تضرب بالشحاطه مو البقره.